شعورك بقى سنتين المفاوضات اتفتحت كان فيها صعوبة، المفاوضات اتفتحت تاني ربنا سهلها والدنيا مشت، شعورك بقى خلاص بقى بعد ما أصبحت لاعب في النادي الأهلي؟ لا طبعا شعور يعني بساطة ما تتوصفش طبعا بوجودي في النادي الأهلي. حلم لأي لاعب في مصر إن هو يكون موجود في النادي الأهلي، طبعا نادي كبير زي النادي الأهلي حلم لأي لعيب في مصر إن هو يلعب فيه، والحمد لله أنا حققت حلم من أحلامي يعني. والأسرة بقى أكيد انضمامك للنادي الأهلي مش فرحتك بس، أيوة طبعا، الأسرة كمان بقى. لا الأسرة كلها وبلدي كمان يعني، احنا كل بلدي هناك أهلاوية كلهم طب قول لي يعني. أنت منين عشان الناس تبقى برضه معانا. أنا من أبو النمرس، أبو مدينة أبو النمرس النمرس، محافظة الجيزة. الجيزة. أه مظبوط. بس فرح كبير داخل الأسرة. أه طبعا كلهم مبسوطين، والدي ووالدتي وإخواتي يعني كلهم طبعا مبسوطين الحمد لله.